أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حدود وطن. النهاردة حديث حلقتنا موضوع يهمنا كلنا، كلنا بنمر بيه، الألم والمعاناة والوجع اللي بيستمر ساعات ساعات طويلة، مش عارف تاخد المسكن ما بيسكنش، طب أروح للدكتور ولا أعمل إيه الإجراءات برضه ما تعرفش. طيب يا ترى ده بيبقى سببه إيه؟ طعام غلط، حمل ولادة، سكريات، توتر نفسي، زعل، كل ده هنعرفه النهاردة في موضوعنا المهم جدا اللي يهم كل الناس، مشاكل الأسنان وطرق الوقاية. واللي يسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا النهاردة ضيف الحلقة الدكتور محمد صابر، أخصائي جراحة الفم والأسنان. أهلا بك يا دكتور، اهلا بيك، اهلا بحضرتك، نورتنا النهاردة في ربنا الحلقة. يخليك. في البداية كده كنا عايزين نعرف من يعني احنا النهاردة برنامج حدود الوطن هنتعمق بقى في كواليس العيادة تمام. ومشاكل بقى كل حالة. في البداية كده عايزين نسأل حضرتك مشاكل الأسنان. طيب خلينا نبدأ من النقطة اللي حضرتك نهيتي بيها، المسكن. المسكن بالنسبة لأغلب مرضى عيادات الأسنان بيكون بالنسبة لهم الحل المثالي، مع إن ده غلط. المسكن هو راحة مؤقتة مش راحة دائمة، ده أول. تاني حاجة خلينا نقول السنة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزئين، جزء اسمه كراون، الجزء التاج اللي هو الجزء الخارجي اللي احنا بنشوفه ده، وجزء داخلي اسمه جدر. الجزء الداخلي اللي هو الجدر ده موجود في عظم الفك. طيب الجزء ده بيبقى محاط بأنسجة اللثة، تمام كده؟ طيب السنة دي بيربطها ايه بعظم الفك؟ حاجة اسمها أربطة أو دواعم. أربطة أو دواعم هي اللي بتمسك السنة في عظم الفك، ده أولا. تاني حاجة تكوين السنة، الجزء الخارجي اللي هو الجزء التاج ده بيتكون من 3 طبقات. أول طبقة طبقة اسمها المينا، ودي يمكن من الطبقات المقاومة جدا للتسوس لأن فيها كمية معادن كتير. تاني طبقة اسمها طبقة العاج أو الدنتين. الطبقة التالتة اسمها العصب. العصب ده طبعا المسؤول عن الألم والإحساس بالألم البشع، تمام؟ ده أولا. طيب يجي بقى لمشاكل الأسنان. مشاكل الأسنان كتير جدا، فإحنا هنحاول نختصرها بقدر الإمكان. أول مشكلة والمشكلة الشائعة هي مشكلة التسوس، تمام؟ ودي الملاحظة جدا عند الناس، بيلاحظ إن السنة فيها تجويف، السنة فيها ثقب، تمام كده؟ طيب التسوس ده بيجي عبارة عن إيه؟ التسوس ده بيجي عبارة عن إن أنا ما غسلتش أسناني بانتظام أو ما غسلتش أسناني كويس، فبتتراكم بواقي الأكل على الأسطح الخارجية للسن. طب السطح الخارجي للسن الموجود اللي هو الإنامل، اللي هو طبقة المينا، الجزء الخارجي، تمام كده؟ طيب في بكتيريا بتعيش جوه بقنا، دي بتبقى بكتيريا ضارة، تمام؟ البكتيريا الضارة دي بتنتهز الفرصة لما بتلاقي بواقي أكل على أسطح السن، تمام؟ فبتبدأ تعمل عملية تخمر أو تتغذى على بواقي الأكل ده، فبتعمل حاجه اسمها احماض اسيدز. الاحماض دي بتبدا يعني باختصار كده بتنخر في السن، تبدا تعمل عمليه التسوس. ده اولا. التسوس بيبدا في الطبقه الخارجيه اللي هي الانامل، وده عاده بيكون مش مؤلم قوي، تمام؟ طيب المريض بيشتكي من ايه او بيحس من ايه بايه؟ بيقول ايه؟ انا لما باكل بحس ان الاكل بيدخل في اسناني، بحس ان في تجويف جوه اسناني ولكن مش مؤلم، تمام؟ طيب يبدأ التسوس ده يزيد مع ان انا برضه ما غسلتش اسناني بانتظام، ما اهتمتش بيها كويس، تمام كده؟ يبدأ ينتقل التسوس للطبقة التانية اللي هي طبقة العاج او الدنتين. طيب الطبقة دي بتبقى مسؤولة عن الاحساس بالسائع والسخن. يبدأ العيان هنا يشتكي بايه؟ انا لما باكل حاجة ساقعة او لما بشرب حاجة ساقعة بحس بألم. ممكن الألم ده يكون متقطع وممكن يكون مستمر وممكن يروح بالمسكن، وفي الغالب بيروح بالمسكن، تمام؟ طبعا مع الاهمال الكلام ده كله يبدا التسوس برضه يزيد لحد ما يوصل للعصب. العصب ده زي ما قلت لحضرتك من شويه هو المسؤول عن الالم. طيب الفتره دي ممكن تاخد وقت طويل على بال ما التسوس يوصل من اول طبقه لحد طبقه العصب، تمام؟ زي ما قلنا يمكن المريض بيعمل ايه؟ بياخد مسكن، تمام؟ فبيرتاح مثلا شهر. في الوقت ده برضه هو ما بيغسلش اسنانه كويس، تمام؟ برضه بتتراكم بواقي الاكل، التسوس بيزيد لحد ما بيروح للدكتور بيقول له الحقني انا ما نمتش بقالي يومين. طيب لكن احنا بنقول للناس ايه؟ بنقول في الاول المشكله بتبقى بسيطه جدا وحلها بسيط جدا، ما فيهاش ارهاق وما فيهاش وجع، وده اللي بيخوف المرضى من دكاتره الاسنان، ان هو لما بيروح في الم وفي مشاكل لان انا وصلت نفسي لمرحله الالم. طيب ده التسوس باختصار شديد جدا ودي اكبر مشكله. طيب في مشاكل تانية، مشاكل التصبغات، ان مثلا انا شربت شاي، قهوه، نسكافيه، بدخن، فبتتكون طبقه كده بنيه على اسطح الاسنان، تمام؟ والطبقه دي برضو بتنتقل لانسجه اللثه،
بلاحظ ان لون اللثه غامق، مع ان الطبيعي ان لون اللثه بيبقى شكله وردي، تمام، فاتح شويه. يبقى التصبغات دي برضو المشكله الثانيه. في مشكله ثالثه اللي هو نزيف اللثه، ودي برضو مشكله شائعه عند بعض الناس اللي بيعانوا من مشاكل اللثه. بيجي يروح للدكتور يقول له انا عندي مشكله في اللثه، لما بغسل اسناني بالفرشه بتنزل دم، او لما بلمس اللثه بتنزل دم، تمام. دي نتيجه ان انا ما بغسلش اسناني بانتظام، بستعمل فرشه خشنه، تمام كده. احيانا التدخين كل ده يعمل التهاب في اللثه ويعمل نزيف اللثه. ده باختصار يعني المشاكل اللي هي الشائعه عند دكاتره الاسنان مع المرضى. طب ايه الفرق بين الام الاسنان والام اللثه؟ سؤال كويس جدا، تمام. طيب ازاي العيان يعرف ان عنده مشكله في اللثه او في الاسنان؟ خلينا نقول نبدا باللثه. يمكن احنا لسه قايلين ان اللثه مشكلتها ان المريض بيحس ان في نزيف من اللثه، في دم نازل من اللثه، تمام. طيب هو ده سببه ايه؟ زي ما قلنا ان انا استعملت فرشه خشنه، تمام، بستعمل الفرشه غلط، تمام. التدخين، نقص فيتامين سي. طيب نقص فيتامين سي، فيتامين سي من العناصر المهمه جدا لانسجه اللثه. احيانا نقص فيتامين سي يسبب نزيف اللثه. طيب مع الاهمال بالفرشه والمعجون، تمام كده، ما بغسلش اسناني كويس، بتتكون طبقه جير على الاسنان، تمام. طبقه الجير اللي على الاسنان دي تراكمها باستمرار، ما اتنضفتش كويس، تعمل مشاكل اللثه وتعمل نزيف اللثه، تمام. طيب مشاكل السنان بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره ان انا مش مرتاح في الاكل، اما بمضغ، ما باجي امضغ بحس بالم. الالم ده بيبقى نسبي، وبيبقى في الاول بسيط، ينتقل لالم متوسط الى الم شديد. الم الاسنان مرتبط عاده بان انا مش مرتاح في الاكل والشرب بدرجه كبيره، تمام. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه كمان مرتبطه بالم الاسنان، ان انا لما الالم بيوصل للعصب المريض بيشتكي منين؟ بيقول انا ما نمتش بقالي يومين، خدت مسكنات كتير وما ارتحتش، تمام. طيب احيانا المسكن ينهي مؤقتا الم الاسنان. طيب الم اللثه لو خدت مسكن هرتاح، بس مش هرتاح بدرجه كبيره، مثلا الا لو غسلت اسناني ابدا ارتاح، لو استعملت مضمضه ابدا ارتاح اكتر، تمام. فتفرقه الالم دي مهمه. تمام يا دكتور. طب يا دكتور، لو حبينا نعرف دلوقتي الاعراض، يعني انا دلوقتي اعرف ازاي ان انا فعلا عندي مشكله في الاسنان؟ تمام. اول عرض مهم وواضح الالم، الوجع. زي ما قلنا الالم ده هفسره الم لثه ولا الم الاسنان؟ طيب الالم ده بيبقى مصاحب لصداع، تمام كده. الالم ده احيانا بيبقى مرتبط بمنطقه الودن، خصوصا لو في مشكله في ضرس العقل، تمام كده، ودي مشاكل كتير عند ناس كتير. طيب من العرض المهم برضو ان انا بحس بطعم بقي مش كويس، دي نتيجه البكتيريا اللي موجوده باستمرار. دي من الحاجات اللي بتقول لي لا ده انا عندي هنا مشكله، فانا لازم اروح لدكتور الاسنان ابدا اعالج القصه دي. تمام. طب طرق الوقايه بقى يا دكتور؟ قبل اقول لك طرق الوقايه، في بعض الحالات بيبقى عندهم عوامل خارجيه بتاثر على الاسنان. زي ايه؟ يعني مثلا تكون اسنانه سليمه بس عنده حاجات تانية بتاثر على مشاكل الاسنان، وبيعتقد ان المشكله في الاسنان. زي مرضى السكر مثلا؟ زي مرضى السكر، زي المرضى اللي بيعانوا من التهابات جيوب الانفيه. التهابات الجيوب الانفيه دي بتبقى عاده مصاحبه لدور البرد الشديد، تمام. في بعض الناس بيبقى عندها حساسيه من الجيوب الانفيه، تمام كده. طيب الجيب الانفي ده بيبقى مرتبط بالدروس الخلفيه، بالجذور بتاعه الدروس الخلفيه اللي هي دروس المضغ. طيب لما بيبقى عندي التهاب في الجيوب الانفيه، تمام، بيحصل التهاب في الدروس الخلفيه، فبحس بالم في دروسي. انا طالع من دور برد، عندي التهاب جيوب انفيه، باخد علاجي بس ما باخدش علاج الجيوب الانفيه، تمام كده. بحس بالم في اسناني في دروسي، بروح للدكتور بقول له انا اسناني وجعاني، الدكتور بيكتشف ان اسنانه سليمه. طبعا لما بناخد ميديكال هيستوري وبنسمع منه كويس، بنكتشف ان هو طالع من دور برد، عنده مشاكل في الجيوب الانفيه، فبنبدا نديله مضادات للحساسيه للجيوب الانفيه. دي نقطه. النقطه الثانيه مريض السكر. مريض السكر لو سكر مش منتظم، لو ما بياخدش العلاج بانتظام، لو في مشاكل في التغذيه، ياثر على الاسنان. يبقى دي عوامل خارجيه بتاثر على الاسنان. في برضو من الحاجات المهمه التدخين. التدخين طبعا برضو عامل خارجي مؤثر جدا على الاسنان، تمام كده. طيب في بعض الادويه برضو اللي بتاثر على الاسنان، زي إيه مثلا ادويه الضغط، ادويه الحموضه، المهدئات، يعني المسكنات. برضو المسكنات بتعمل حاجه مهمه، بتعمل جفاف في الفم. طب يا دكتور، هو الحمل والولاده فعلا بيأثر على المشاكل برضو الاسنان؟ الحمل خلينا نتكلم في الحمل. الحمل مشكلته ان بيحصل تغيرات في الهرمونات بتاعه الجسم.
ده بيأثر على أنسجة اللثة، تمام؟ فالحامل بالشكوى الرئيسية بتاعتها بيحصل تورم في اللثة، انتفاخ في اللثة، تيجي تقول أنا لما بقرب الفرشة على أسناني بتنزل دم كتير، تمام؟ ده برضو بننصح الحوامل إن هي لازم زيارة لدكتور الأسنان على الأقل كل شهر أو كل شهرين، تشيك أب. هو احنا كأشخاص طبيعيين المفروض اصلا نعمل تشيك اب كل قد ايه؟ 6 شهور ما ولا اقل حاجه 6 شهور، هو اقل حاجه 6 شهور كتشيك، لكن برضو احنا قلنا مش لازم ان انا استنى للالم المبرح اللي يخليني اروح لدكتور الاسنان، لكن الالم من البدايه ولو بسيط بيقلل عليا مراحل كتير جدا في العلاج. نيجي بقى نقطه طرق الوقايه ما اتكلمناش لسه فيها بقى. تمام. مجال كتير وموضوع كبير طرق الوقايه، بس احنا برضو ايه هنحاول نلخصها في كام حاجه كده. اول حاجه ان انا اغسل اسنان، تمام؟ دي اول حاجه، وكمان اعود الاطفال ان هي تغسل الاسنان بالمناسبه، دي نقطه. النقطه الثانيه، طب اغسل سناني ازاي؟ هو ده سؤال مهم. في بعض الناس بتغسل بتاخد الفرشه بطريقه عرضيه، وفي بعض الناس بتاخد الفرشه بطريقه طوليه، وده غلط. طب ده ليه غلط؟ لان ده بيعمل انحسار في اللثه، فالمريض اللي بيعمل كده بيغسل اسنانه كده او من فوق لتحت بيكتشف بعد وقت ان اللثه جزء منها انكمش فالجدر اتعرى. طيب فيكتشف ايه؟ يكتشف ان جاله الم مع السائع والسخن، ان جزء من الجدر وهي المنطقه الحساسه اتكشفت. طيب يروح للدكتور يقول له انا بغسل سناني كويس بس في مشكله. طب بتغسل سنانك ازاي؟ دي النقطه. طيب بغسل سناني بطريقه اسمها رولينج موشن. يعني ايه رولينج موشن؟ يعني من فوق لتحت وتحت، من تحت لفوق. طيب ايه الحكمه في الرولينج موشن؟ في الرولينج موشن ان انا اخلي الفرشه، الراس بتاعت الفرشه او الشعيرات بتاعت الفرشه تتخلل ما بين الاسنان، فتطلع بواقي الاكل اللي ما تقدرش تطلعها بدرجه كبيره مع الحركات العرضيه والحركات الطوليه. يبقى اول حاجه الفرشه. طيب تاني حاجه الخيط الطبي، الدنتال فلوس. في بعض الناس يقول لي ايه، انا بستعمل الخيط، هو مهم الفرشه؟ لازم استعمل الفرشه؟ اقول له طبعا الفرشه بيمكن تاثيرها 70% من نظافه الاسنان، والدنتال فلوس الخيط الطبي تاثيره 30%، هما مكملين لبعض، لا ده ولا ده، لا الاثنين مع بعض، تمام؟ يبقى اول حاجه الفرشه والمعجون استعملها على الاقل مره الصبح مره بالليل. تاني حاجه الخيط الطبي. تالت حاجه المضمضه. المضمضه يمكن عامل مهم جدا لان هي بتقلل نسبه البكتيريا الموجوده في الفم، فبالتالي بتحاول تخلي ريحه بوي كويسه، تمام؟ بتقلل نسبه الجير والبلاك اللي موجوده على اللثه، تمام كده؟ يبقى تالت حاجه المضمضه. طيب في حاجه كمان برضو مهمه جدا، ان انا ما نمشي من غير ما اغسل سنين. طيب في بعض الناس طبعا نتيجه الانشغالات والشغل والضغوط بيروح ياكل يخش ينام ما بيغسلش اسنانه، ده اكبر غلط. ليه اكبر غلط؟ لان معدل البكتيريا بالليل بيبقى عالي جدا، ان نسبه السلايفا او اللعاب بتبقى قليله. طيب السلايفا دي دورها ايه؟ السلايفا دي عامله زي المكنسه، اللعاب ده عامل زي المكنسه، طيب بينظف او بيعمل زي وش لبواقي الاكل، تمام كده؟ طيب تاثير اللعاب بالليل بيبقى تأثيره مش قوي، ما بينتجش، لأن هو بينتج مع عمليات المضغ مع الأكل، وإحنا بنتكلم كده الغدة اللعابية بتفرز اللعاب فبتنظف، تمام كده؟ طب بالليل ما بيحصلش الكلام ده. فطيب أنا نمت من غير ما أغسل سناني، فبلاقي البكتيريا معدلها عالي جدا. أقوم من النوم أحس بإيه؟ أقوم من النوم أحس إن ريحة بوي مش كويسة، تمام؟ أبقى معرض للتسوس بدرجة كبيرة، تمام؟ معرض مشاكل اللثة بدرجة كبيرة. يبقى غسيل الاسنان، الخيط الطبي، المضمضه، طبعا انام وانا غاسل سناني كويس، وابعد بقى عن السكريات والحلويات، ولو ده حصل تمام اغسل سناني. برضو اجي اغسل سناني امتى؟ هو يفضل ان انا اغسل سناني بعد الاكل على طول ولا استنى شويه؟ احنا بنقول على الاقل من نص ساعه لساعه، عشان ادي فرصه للعاب ان هو بينتج حاجه اسمها فوسفيت وكالسيوم، دي بتترسب على المينا فبتدي له صلابه، فبتدي له قوه، فبيبقى مقاوم للتسوس. دكتور كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه لتنظيف الاسنان، كان في بعض الناس يعني مش عايزين نسال حضرتك برضو نتاكد، يعني هل التنظيف بالكربونات والليمون ده بيأثر على عشان دي في ناس عندي عاده قديمه جدا من الاجداد بيقولوا عليها، يعني هو بيعمل هو هيبيض السنان بس هيبيضها ازاي؟ هو بيأثر عشان هو بيعمل تآكل في طبقة المينا، الطبقة الخارجية. طيب قلنا طبق السنة بتتكون من 3 طبقات، طبقة المينا ودي طبقة دارك شوية، معناها ان فيها نسبة معادن عالية.
طيب الكربونات، وفي ناس بتستعمل الفحم والكلام ده كله، يبقى بتاكل الطبقه الخارجيه. طب الطبقه اللي بعدها اللي هي طبقه العجل، دي طبقه فاتحه شويه، لونها فاتح شويه، فبيحس ان انا استخدمت الحاجات دي واسناني فتحت، بس في المقابل حسيت بالم. اي حاجه سخنه حسيت بالم، مع اي حاجه ساقعه. يعني مثلا يجي يقول ايه، انا الفتره دي اي حاجه ساقعه او اي حاجه سخنه بتتعبني. طيب نيجي ناخد هيستوري، نلاقي فعلا ان هو بينظف اسنانه بالكلام ده، ولكن ده غلط. طيب امتى اروح للدكتور اسنان انظف سناني، وقد ايه، وكل قد ايه؟ على الاقل كل 6 شهور سنه ابدا اعمل عمليه لتنظيف الجير والبلاك، واعمل برضو زي ما قلنا تشيك كده اشوف ايه المشاكل، بحيث لو في حاجه اقدر الحقها. طيب كنا عايزين نعرف برضو الاطعمه اللي تقدر تحافظ على سلامه اسنان. اكيد طبعا يا حضرتك برضو نصايح اليوم. خلينا نقول الحاجه المهمه والرئيسيه الكالسيوم، اي حاجه فيها كالسيوم، وخصوصا ده للاطفال يعني، طبعا من خصوصا نمو للاطفال. صغيرين. تمام. طيب زي ايه؟ زي الجبنه، اللبن، السمك، الزبادي، الحاجات دي. اي طيب. حاجه بيضه. اي حاجه بيضه. جبنه قريش، لبن، بيض اي حاجه من مسلوق. الحاجات دي. تاني حاجه الحاجات الخضروات الورقيه، الخضروات الورقيه بتبقى فيها نسبه الياف عاليه، فدي مفيده للسه. اي حاجه بقى لونها اخضر. تمام كده. طيب في حاجه برضو من الفواكه، فواكه زي البرتقال، حاجات اللي فيها فيتامين سي، الجوافه، الفراوله برضو مهمه، الموز، التفاح، الحاجات دي مهمه جدا للسه. طيب المسكرات برضو بتبقى فيها نسبه كالسيوم عاليه، زي اللوز والجوز والكلام ده. تمام. الحاجات دي مهمه جدا. تمام. بالنسبه للاسنان اللبنيه، هل دي ممكن عند الاطفال بتسبب تسوس؟ يمكن من اكتر العرضه للتسوس الاطفال، لان الاطفال دايما مرتبطين بالحلويات، حاجات اللي فيها سكريات عاليه، وعاده ما بيبقوش مهتمين قوي بنظافه اسنانهم. تمام كده. فهم اكتر عرضه شويه، بس ده ما يمنعش ان الكبار مش عرضه. لا، عرضه طبعا لمشاكل الاسنان وخصوصا التسوس، ولكن الاسنان اللبنيه معرضه. تمام. ومعرضه لان برضو الطفل مش ما بيبقاش مهتم قوي بفكره ان انا لسه هغسل سناني كده، عايز ينام، عايز ياكل وينام، ياكل حلويات مثلا، ياكل شوكولاته ويخش ينام، ده غلط. فده طبعا الاب والام لهم دور كبير جدا في الموضوع ده. الاسنان اللبنيه معرضه للتسوس، معرضه للتسوس بدرجه كبيره، نتيجه زي ما قلت لك فكره ان انا باكل حاجات شوجر كتير، حاجات فيها سكريات كتير، وبالتالي ما بنضفش اسناني كويس. لو سالتك يا دكتور من داخل بقى العياده، ايه اصعب حاله مرت على حضرتك؟ بصي هقول لك على حاجه، هي الفكره هي ما فيش حاجه اسمها حاله صعبه وحاله سهله، هو الطبيعي ان انا بتعامل مع كل الحالات بنفس النمط، ولكن اللي يمكن صعوبه قوي المريض، مش هقول السايكيك، بس اللي بيبقى عنده حاله نفسيه وتوتر، وانا خايف من دكتور الاسنان وهتوجع وهتالم، ده يمكن اكبر مشاكل دكاتره الاسنان مع المرضى. ان انا ببقى قلقان ومتوتر وخايف وعندي مشاكل بتاع، فما بديش فرصه للدكتور ان هو يعالجني كويس. فبالتالي المريض ده بنبدا نتعامل معاه بالراحه، بهدوء، ابدا افهمه، ابدا اقول له خطه العلاج هتبقى 1 2 3 4. تمام. باختصار كده اتعامل معاه بالراحه، اتعامل معاه بهدوء، مش اقول له اقعد لازم نعمل، لا مفيش الكلام ده، لازم اتعامل معاه بهدوء وبالراحه. كمان يعني عشان نطمن برضو الحالات وكده كلنا، لازم يكون في تعقيم وتطهير، لان طبعا يعني انا يعني خبرتي الصغننه خالص ان فيروس الكبد ممكن بيتنقل عن طريق طبعا عدوى المعدات، لو ما كانتش متعقمه كويس تنقل، مش شرط فيروس سي، لا تنقل اي مشكله ثانيه من مريض لمريض. واظن دلوقتي ما يعني طبعا كل العيادات متعقمه وكل العيادات فيها ادوات امان، ما فيش مشكله. هما لازم ينتقوا برضو الطبيب اللي هي يعني اللي هيروحهم. انا معاكي. لازم يبقى في ثقه طبعا ما بين المريض والدكتور. معانا مداخله؟ طيب ماشي. طب تمام. الو؟ الو؟ مساء الخير. ايوه. الو؟ السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. الو؟ الو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ الدكتور محمد مع حضرتك. اتفضل حضرتك لو عايز تطرح سؤالك معانا في الحلقه النهارده. ممكن بس توطي التلفزيون عشان تعرف تسمعنا؟ يا فندم. ماشي يا فندم. عايزين نسال الدكتور بس سؤال. اتفضل. يا دكتور انا عندي ضرس مسوس حاليا دلوقتي. اتفضل. فبلم جامد يعني. تمام.
طيب وفي حضرتك كذا ضرس برضك، اتفضل. انا اول ما اكل اكل كده احس ان لو اللحوم ولا اي حاجه تخش في الدروس. تمام. فطبعا انا بنظام الخليه دي اقعد ايه اعمل في الدروس كده، تمام. فحتى بتوجعني مرات بتجيب دم، ففي ضرس اتهوس حاليا. ال15 برضه؟ تمام. انا الحقه ازاي ده وعالجه ازاي؟ غريبه، الازمه غريبه. تمام. ومعانا؟ لا خلاص خلاص تمام، شكرا لحضرتك. طيب قال حاجه مهمه جدا، الخله السلاك دي اكبر مشكله، بتعمل مشاكل كبير في الاسنان. طب بتعمل ايه هي؟ اولا هو طبعا بيشتكي من التسوس، تمام، بس انا برضو هنصحه وهنصح الناس ان الخله دي ممنوعه منعا باتا. في بعض الناس تبقى جايه العياده، سوري يعني، جايه ماسكه الخيط بتاع الخياطه بيسلك بيه اسنان، وده غلط. قلنا انا عايز لو في بوايا اكل تراكمت ما بين الاسنان بستعمل الخيط الطبي، الخله او السلاكه او الخيط، بتعمل حاجه اسمها جيوب، بوكتس. الجيوب دي اللي هي بتزود الفراغات ما بين الاسنان، فبتبقى عرضه لبوايا الاكل اكتر تخش ما بين الاسنان فتعمل تسوس. دي نقطه. طيب الاستاذ كان اشتكى ان عنده ضرس مكسور او مسوس وبيشتكي منه بالالم. طيب الالم ده شكله ايه؟ هل هو الم مع الساقع والسخن، ولا هو هل الم موصلني لدرجه ان انا ما بنامش؟ طيب لو الم مع الساقع والسخن، يبقى هنا احنا لسه ما وصلناش للعصب، التسوس ما وصلش للعصب، فهيروح للدكتور هيحشيه حشو تحفظي ومش هيبقى فيه مشاكل. طيب لو الالم وصل ان هو ما بينيموش، خد مسكنات ما ارتاحتش، يبقى هنا التسوس وصل للعصب، فهيضطر يعمل علاج جذور للضرس. الموضوع سهل والموضوع بسيط، بس يمكن انا بنصحه بس ما يستعملش الخله خالص، ويجيب الخيط الطبي تمام مع الفرشة والمعجون ويروح للدكتور يعالج ضرسه. الحديث كان شيق جدا يا دكتور، والوقت شرفتني. جيره بسرعة جدا، شرفتني. يعني محتاجين طبعا في سلسلة إن شاء اكتر، الله. وعايزين نتكلم طبعا في احدث صيحات هوليوود، حاجات سمايل. كتير حاجات كتير جدا يا بإذن دكتور، الله. بإذن الله في الله. حلقات قادمة. بإذن الله. انا بشكر حضرتك جدا، ودي كانت شرفتني حاجة جدا. بسيطة جدا، يعني الوقت يعني برضو يعني لسه ما تعمقناش لان المجال كبير جدا وكل يوم في تطوير، وكل يوم العلم يعني يبقى فيه احداث اكتر واكتر اكتر واكتر. بشكركم جدا، نشوفكم الحلقه الجايه برنامجكم حدود الوطن، وبشكر ضيفي دكتور محمد صابر اخصائي جراحه الفم والاسنان. اشكركم.